أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث، وبين أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم، وتوبوا إلى ربكم. لما حدث الخصف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة، بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله، كما قال الله عنه: فخسفنا به وبداره الأرض. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسح وقذف، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسح وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها.